اول مره غادي ندخل للجامعه، ف من خلال الجوله ديالي درت هنا عجبوني الاجواء بزاف، كيبان لي اجواء جديده غادي نجربوها بالمقارنه مع الاجواء اللي خلينا في الاعدادي والثانوي، غادي نكتشفوا حوايج اخرى جديده ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للجميع. بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل ديال السكن، مع ساكن قريب، ساكن قريب شي 5 كيلومتر بحال هكا اللي بيننا وبين لافاك. اشنا هي التحديات اللي عندك في وسائل النقل؟ ربما كاين اشكال عشان في الصباح وملي بغيتي تروح. بالنسبه لوسائل النقل، واحد الاشكال اللي كنشوفو هو الاكتظاظ، الزحام، الاكتظاظ ديال التلاميذ، وكنطلبوا من الناس اللي متكلفين بالنقل يوفروا لنا الحافلات بزايده عدد كبير الاقل، باش ما يكونش ذاك الاكتظاظ، يبقى يروح بكري للدار ديالو، خصوصا في الدخول وفي الخروج واوقات الامتحان، وحتى في الاوقات اللي كيكون بحال الوقيته فاش كيكون السوق، بحال دابا السوق ديال اللهم بارك ثلاثة زكان راه كيعمر، كيشحم واحد كيجي ليه، كيكون شويه الاكتظاظ على النقل، خص الشركه ديال النقل تشوف بالنسبه لهذا الشيء. اليوم كيجي الدور ديالنا كطلبه في استقبال الطالب الجديد من خلال تعريف بالوحدات والمسارات واعطاء صوره شامله للطلبه الجدد لازاله مجموعه من اللبس اللي عنده، من خلال كما قلت سابقا تعريف بالوحدات. النظام الجديد كما كتعرفوا بان من خلال القرار الوزاري ديال التعليم العالي ان دخلنا في واحد النظام جديد اللي انتقلنا ضافوا بعض الوحدات عفوا مثل المهارات الحيثيه، اللغات، كما قلت سوفسكي، يعني كلها هذه كل هذه الوحدات زادت عندنا، بالاضافه الى كما قلت لنا التعريف ايضا بالنوادي، النوادي من خلال ان النوادي ولاش انها كتيح لنا كتثقل لنا مهاره الطالب، تتنمي عنده مجموعه ديال القدرات. هذا ايضا دور جاء في اطار استقبال الطالب، وايضا ان شاء الله تعالى رحنا مستمرين خلال هذه اليومين المتبقيه، وتعريف كما قلت مجموعه ديال الوحدات. صحيح هذه النقطه هذه يمكن نقول لك ان عموم الطلبه وحنا الاولى يعني كنا دزنا هذه المرحله، هذا ما فيه اشكال. بطبيعه الحال العام الاول لا بد انه يكون ذاك اللبس، لا بد يكون ذاك الانتقال، فتره الانتقاليه تسمى فتره انتقاليه من مرحله البكالوريا حتى المرحله الجامعيه. هنا الطالب عندنا كيدخل في واحد المرحله اللي كينتقل بين ما هو يعني في علاقته مع الاستاذ، في علاقته مع الاداره، كيولي طالب معنى طالب جامعي، انه صار انه يعتمد على نفسه، بالتالي هو مجبر انه يندمج داخل هذا المحيط، مجبر انه يزيد ينمي القدرات ديالو، لان الجامعه هي من بين المزايا ديال الجامعه انها كتعطينا قوه في الشخصيه ديال الطالب، عكس المرحلة الثانوية كيبقى فيها التلميذ مع الأستاذ. شناهي المناطق اللي كيوفدوا منها الطلبة الجامعات؟ نقدر نقول لك بأن الجامعة ديالنا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأية ملو تيتوافدوا عليها من مجموعة ديال المدن، مجموعة ديال 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 الدواوير، تارودان، تينزكان، أكادير حتى هي أيضا كيجوا ليها، كاين معنا طلبة من العيون، كاين طلبة من مجموعة ديال المدن تيتوافدوا على هاد الكلية، والحمد لله الكلية ديالنا كتميز بأطر وكفاءات علمية، عندها واحد السيط اللي هي السيط وطني والسيط دولي، وتتميز كما قلت بكفاءات علمية وطنية، وهذا الشيء اللي تيخليها أنا تحقق واحد إشعاع وطني ودولي. احنا هنايا بوغ ايدي لي ستوديون باش انهم كوسوا في لوريونطاسيون ديالهم، كوسوا في 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 بزاف ديال المشاكل اللي كيحاولوا يلقاوها، اللي كيلقاوها بلوتو في لا فاكولتي، منها حتى لي بروبليم اللي كيلقاو في لا بورس ديالهم. دونك فوالا كنحاولوا مثلا في لوريونطاسيون كيف ما كنعرفوا بهذا النظام الجديد، ولاو بزاف ديال لي فيليور، ولاو بزاف ديال لي سبيسياليتي في لا فاكولتي، دونك بزاف ديال الناس ولاو كيحيروا ما بين لي فيليور كاملين، واش ندير هادي، واش ندير ليكونومي، لا كونتابيلتي، ماركتينغ ايتترا. دونك كنحاولوا نقربوهم اكثر لهاد لي سبيسياليتي هادو، وسي الكوتي ديال لي بورس كنحاولوا نعاونوهم كيفاش يدفعوا باغ اكزومبل لي ريكلاماسيون ديالهم، سي جامي مثلا ما ما ما, ما توصلوش بلي بورس ديالهم. كنحاولوا مثلا في الكوتي ديال لا بريباراسيون، حنا هنايا باش نعاونوهم، سي كانوا محتاجين دي كور باغ اكزومبل، كانوا محتاجين دي ايتوديون بيان دي بروف اللي يعاونوهم، ولا اللي يشرحوا لهم باغ اكزومبل داك الموديول اللي عندهم فيهم مشكل. دونك فوالا، دونك اي مشكل راه مرحبا.
في اطار مدرسه الاقتصاد بسوس سوس بيزنس سكول اللي هي مركز تميز المحدث بهذه الكليه. هذا المركز يستقطب طلبه من عده جهات من المملكه، ليس فقط من الجهات الجنوبيه، كاينين معنا الناس من دار البيضاء، كاينين الناس من مراكش، كاينين الناس من اماكن اخرى. الميزه الخاصه ديالته هو انه في اطار الطلبه اللي كيقراو في هذا المركز، اللي كيقراو في اجازه هذا المركز، يؤهلون وفق القانون مباشره للماستر، يعني ما كيحتاجوش باقي يدوزوا مباراه الانتقاء في الماستر، يعني على اساس الجيل الجديد اللي دات الدوله في التكوينات ان التكوين يكون مواكب لسوق الشغل. وهذا الامر حنا كنا كدفعه اولى في العام الاول كان بعض التخوفات، حاليا في العام الحالي في الدفعه الثانيه كاين مجموعه من الطلبات المتقدمه. نقدروا نقولوا دابا بانه كاينين عندنا ثلاثه تخصصات في هذا المركز، التخصص اللي هو ديال سي سي كونتابيليتي كونترول اوديت، نتقدم ليه اكثر من 1700 طالب. التخصص ديال الام ال دي ماركتينغ لوجيستيك ديجيتال، متقدمين ليه اكثر من 800 طالب. والتخصص ديال القانون والرياضه، متقدمين ليه اكثر من 1100 طالب. التخصصات كما قلنا هذا الاقبال دليل على هاد ان هذه التجربه اللي خاطها الدوله غتكون ان شاء الله تجربه ناجحه، كما شفنا في السنه الماضيه، يعني انه واحد الجيل الجديد من التكوينات اللي كتربط بين ما هو نظري وما هو عملي، يعني انه اللي كيتجهل الطالب اكثر ملائمه لسوق الشغل، وهذا هو المغزى، هذا هو علاش كاين هذا الاقبال. حنا هنا اليوم بدورنا كطلبه سابقين بهذا المسار وفي الانديه ديالو، جايين هنا باش نستقبلوا الطلبه الجدد لتوجيههم، لنشوفوا الاشكالات اللي عندهم، لان كما كتعرفوا كاين مجموعه من هذا العام، مجموعه من غادي نقولوا الاجراءات الجديده، من بينها انه كان اختبار اللغات اللي هو كيدار روزيتا، سيت غادي دار واحد الاختبار كيدار اونلاين في واحد موقع الكتروني، وضروري ان الطالب يدوزو باش يعرف المستوى ديالو في اللغات قبل ما يلتحق بالقسم بالدراسه. ومن بعد هو مفروض فيه بانه سوف يتطور في هذه اللغات، على اساس انه في اخر السنه غادي يدوز على ثاني اختبار، وهذا نظام جديد معتمد حتى هو في هذا، بالاضافه الى وحدات الكفايه. وحنا هنا اليوم مع الطلبه الجدد لتعريفهم بهذه الامور. ما شفتش هذه الاجازه التمييز عائق بالنسبه للاجازه العاديه؟ دابا الاجازه التميز، الفرق بينه وبين الاجازه العاديه هو ان في الاجازه ما يسمى بالاجازه العاديه، اللي ما بقاش التسميه ديال الاجازات الاساسيه والاجازات المهنيه، ولات الاجازه، وكنقولوا هنا في اجازه والاجازه التربيه واجازه التميز. الفرق هو ان بالنسبه للاجازه العاديه اللي غادي نسميوها بين قوسين العاديه، هو انه كاين لها الوجه المباشر، يعني الطالب غادي يشد الدوك غادي يوجه الاجازه، في حين اجازه التميز كان ضروري انه يدوز مباراه انتقاء اولي، كاين انتقاء اولي وكاين مباراه وكاين اختبار شفوي، هذا يعني ثلاثة د الحوايج باش يدوز منهم. علاش؟ لأن كما قلنا من بعد فاش غيدوز المصر ما غاديش يبقى عندهم مباراة انتقاء، دونك كاين الإقبال هنا، والإقبال بطبيعة الحال غادي يكون حتى على الإجازات الأساسية، غادي يكون فيها نفس الإقبال تقريبا، ولكن الإقبال أكثر كيكون على هذا، لأنه كما كنقولوا هذه الفرصة بأنك توج مباشرة للماستر كتشكل واحد الإغراء للطالب وكتدفعوا بأنه يتقدم في هذا التكوين. فوالا هنا من مورا لا بريزونطاسيون ديال الباركور شنو كاين قلنا وهنا كانوا معنا دي ستوديون ديال دوزيام سيسيون اللي منهم انا دونك فوالا كنا هنا كانت واحد ليدي ديال كيف كوز اليمون عندنا في لاكلاس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.